السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى معانا على قناة إنجليزي مع طاهر منصور. بتشرف بحضراتكم بإذن الله تعالى النهاردة في حلقة تالتة، أو في الحلقة التالتة في أزمنة اللغة الإنجليزية. إحنا النهاردة إن شاء الله تعالى استكمالا لكورس الجرامر اللي إحنا كنا بدأناه والأزمنة، النهاردة إحنا معانا درس مهم جدا، زمن غاية في الأهمية اسمه زمن الباست بيرفكت، الماضي التام. الماضي التام ده مهم جدا 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 عندنا وفهمه غاية في الأهمية. أولا هو موجود في كل المناهج الدراسية مرورا من إعدادي لغاية ثانوية عامة، فعشان كده هيبقى بالنسبة لمعظم طلابنا التركيز في حلقة النهاردة وإن شاء الله الاستفادة بيها. وفي الكومنتس في التعليقات قول لنا أي أسئلة لحضرتك أو أي تعليق لسيادتك على الفيديو إن شاء الله تعالى. الماضي التام يعني ايه ماضي تام؟ مهم جدا برضو، احنا اتفقنا في اي تنس في اي زمن مش هتكلم عنه الا لما اعرف يعني ايه الزمن نفسه. الماضي التام ايه الفرق بينه وبين الماضي البسيط، وليه قلنا على الماضي ده ماضي تام؟ قال يا فندم الماضي التام او الباست سامبل او الباست بيرفكت، الماضي التام هو الاكشن اللي هابن بيفور انذر اكشن ان ذا باست. ايه ده تاني كده؟ مهم جدا، احنا اتفقنا قبل كده ان اي كلمه على قناتنا، اي كلمه انجلش قبل ما حضرتك تفكر فيها، ايوه قبل ما تفكر فيها بالعربي هديني ان شاء الله تعالى بقولها لك، انت حقك تسمع انجلش كويس، حقك تسمع انجلش كويس، وبرضو حقك تعرف معناه، حقك برضو تعرف معناه. نبدا نرجع تاني للباست بيرفكت، الماضي التام هو الاكشن اللي هابن بيفور انذر اكشن ان ذا باست، هو الحدث اللي حصل قبل فعل تاني في الماضي. يعني ايه بالتفصيل البسيط كده او بمعنى اصح، لو عندي تو اكشنز هابند ان ذا باست، لو عندي حدثين حصلوا في الماضي، the first one is past perfect والسكند is past simple. فالحدث الاول دايما past perfect، خليها حلقة في ودنك، الحدث الاول دايما past perfect والحدث الثاني بيبقى past simple، الماضي بسيط. طيب الماضي التام بيكون من ايه؟ تكوينه سهل جدا، بيكون من had والpast participle. had والتصريف الثالث، اقول لك I had gone to school then I played football، انا رحت المدرسة وبعد كده لعبت كرة قدم، يبقى فين الفيرست اكشن؟ I had gone to school، وفين السكند؟ I played football. فهمت قصدي ايه؟ معايا كده؟ الماضي التام هنستخدمه اتفقنا زي ما لسه قايلين للتعبير عن action happened in the past before another action، فعل حصل في الماضي قبل فعل تاني، وبنقول عليه كمان او بنستخدم فيه كلمات غاية في الأهمية، هي time conjunctions، هي روابط زمنية كمان، زي مثلا after و as soon as و when. after معناها بعد، as soon as معناها بمجرد ان، when معناها عندما. خلي بالنا عشان التلاتة دول مهمين جدا جدا، دي روابط غاية في الأهمية. after can be followed by past simple past perfect past simple. after يجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط، after هيجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط، after بيجي بعدها ال first action، after I had gone to school، after I had gone to school I played football، after I had finished my homework I went out، after I had finished my homework I went out، بعد ما خلصت واجبي أنا خرجت. after can also be followed by past simple past simple. after كمان ممكن نجيب بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط، امتى؟ ده لو التو اكشنز حصلوا ورا بعض، الحدثين حصلوا ورا بعض بسرعه بطريقه او بشكل ما يخلينيش عارف اني فيهم فيرست واني سكند، او تكون البيريد اوف تايم المده الزمنيه ما بين الاثنين مش مهم اني اميز فيهم واحد عن الثاني. معايا؟ اقول لك مثلا after I replied to the phone I went out، واحد هو بيرد على التليفون وهو خارج، يعني هو في طريقه للباب وبيرد على التليفون، فهنا التو اكشنز هابن يعني على طول حصلوا ورا بعض على طول، لدرجه ان انا مش مهم بالنسبه لي اميز هو خرج الاول ولا رد، ولا رد وهو خارج، ولا خرج وهو بيرد. معايا؟ اوكي. يبقى after I replied the phone I went out. after also can be followed by verb plus ing. after ايضا ممكن اتبعها او اجيب بعدها فعل ing لما يكون مفيش فاعل في الجملة. ايوه، وخلي بالك دي بتغلط فيها في الاختيارات كتير، اول ما بنشوف after بنجيب فاعل وهاد. لا يا فندم، خلي بالك after ممكن اجيب بعدها فاعل وهاد وتصريف الثالث، ايوه، ولكن after لو مفيش بعدها فاعل، لو مفيش بعدها فاعل استخدم verb plus ing. after watching tv، after watching tv I went out، I went out. after كمان يا فندم ممكن استبدلها بكلمه جميله اسمها having،
اسمها having. having برضو يبقى معناها بعد، ولكن having can followed by past participle. having بتتبع، بيجي بعدها التصريف الثالث، having بيجي بعدها التصريف الثالث على طول من غير الفاعل والهاد، من غير الفاعل والهاد. طب بنفتكرها، بنقول ان having بتيجي بدلا من after والفاعل وهاد، يبقى بيجي بعدها التصريف الثالث. تاني كده، having بتيجي بدلا من after والفاعل وهاد، يبقى بيجي بعدها التصريف الثالث. having watched TV، having watched TV I went out. having watched TV I went out، بعد مشاهدة التلفزيون انا خرجت. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب في حاجة مهمة جدا خلي بالك منها بقى، ان في عندي كلمة اسمها after that. after that، after that معناها وبعد كده. فكر فيها كده، مهم جدا، كنا اتكلمنا عنها في البث المباشر بتاع ليلة امتحان تالتة ثانوي. after that، after that معناها وبعد ذلك. after that هتعكس after، هتعكس after. هنقول ايه؟ هنقول past simple after that، هنقول past perfect after that past simple. again again، past perfect ماضي تام، after that وبعد كده past simple او ماضي بسيط. مثال: I had gone to school. I had gone to school. after that I played football. I had gone to school. after that I played football. I had watched TV. I had watched TV. after that I went out. I went out. طب ايه اللخبطه دي؟ ولا لخبطه ولا حاجه. حكم عقلك، ترجم الجمله. انا شفت التلفزيون وبعد كده، ايوه وبعد كده انا خرجت. يبقى انا عملت اني اكشن الاول، برضو هي واتش تي في. الباست بيرفكت هو دايما الفيرست اكشن، هو دايما الحدث الاول، ما تقلقش مش هيتغير. بس افتر ذات معناها وبعد ذلك، وبعد ذلك. اوكي، فهيجي بعدها الباست سمبل الماضي البسيط او الفعل في اللي حصل، رقم 2 او السكند اكشن الفعل الثاني. طيب عكس افتر، في عندي كلمه اسمها بيفور او باي ذا تايم. بيفور او باي ذا تايم، before or by the time معناهم قبل، هيجي بعديهم past simple past perfect. past simple past perfect. before I went out، قبل ما اخرج، I had watched TV، ما فيهاش اي مشاكل. before I went out I had watched TV، قبل ما اخرج انا كنت اتفرجت على التلفزيون. طيب before also can be followed by verb plus ing. before كمان ممكن استخدمها بعد، اجيب بعدها على طول فعل زائد ing، زي لو قلت لك before going out. before going out، قبل الخروج. I had، أيوة الفعل الأول ما تنساش. I had gone to school أو I had watched TV. before going out I had watched TV، قبل الخروج أنا كنت قد شاهدت التلفزيون، كنت قد شاهدت التلفزيون. ممكن نستخدم by، by زائد noun. by dinner time، by dinner time، قبل وقت الدينر. I had done my homework. I had done my homework. قبل الوقت ده أنا كنت عملت الواجب بتاعي، فبرضو بستخدمها باستخدام صحيح جدا. طيب ممكن استخدم في before، عارف أنت دماغك رايحة فين؟ before that، أيوة زي ما استخدمنا after that أقدر استخدم before that. before that معناها قبل كده، برضو هتعمل نفس ما عملت after that في after. before that هي عكس before. before that ايوه هي عكس before. هقدر اجيب قبلها الباست سامبل، اقول I went out، انا خرجت. but before that، ولكن قبل كده، I had watched TV. I had watched TV. again I went out. before that I had watched TV. I had watched TV. فهمناها؟ مهم جدا جدا جدا. ممكن استخدم كمان till وانتل. till وانتل اللي معناه حتى، غاية في الأهمية. بزعل من اخواتي الكبار واضعي كتب الخارجية، اللي يعني ياريت زعلي يكون متقبل بصدر رحب، لانهم كلهم اخواتي الكبار وحبايب قلبي. ولكن بعض الكتب، مش هنذكر بقى اسماء، بعض الكتب او في كتاب معين مسكته في تالتة ثانوي، اللي هي مرحلة مهمة جدا، مهم جدا نقول للطالب فيها المعلومة كاملة تحت اي بند، تحت اي وضع، ما فيش اي اعتبار تجاري، مفيش اي اعتبار تجاري لمصلحه طالب في ثالثه ثانوي. الكتاب مشكورا انا مسكته، لقيت مكاتب، لقيت حضرته كاتب تيل وانتل، قبلها didn't وبعد كده مصدر الفعل، والناحيه الثانيه ماضي تام. طب هو المشكله في كده يا مستر؟ هو غلط؟ لا يا فندم مش غلط، ولكن انا ضد ان حضرتك تأيد عقل الطالب بحاجة، بمعلومة صغيرة، تحكمه في معلومة صغيرة. في بعض الطلبة
مصدرها الوحيد هو الكتاب الخارجي بتاع حضرتك، مصدر الوحيد هو الكتاب الخارجي بتاع حضرتك، وممكن يكون كمان واخده من زميل قبليه من سنة. طبعا احنا عارفين في بعض الناس، نتمنى من الله تعالى ان شاء الله تعالى يحسن ظروفهم، في بعض الناس مش قادر ياخد درس، مش قادر يروح سنتر، مش قادر حتى يعمل يتفرج على تلفزيون، ممكن يكون في الكفور وفي النجوع، الاماكن البعيده ما عندوش تلفزيون يتفرج على برامج تعليميه، ما عندوش انترنت عشان يتفرج على يوتيوب. فمصدر الكتاب الخارجي اللي واخده من واحد زميله او جاره او قريبه كان السنه اللي فاتت في الثانويه العامه، ده مصدره. اللي انا اقصده ان المعلومه دي بالنسبه لطالب بيعتمد على الكتاب بس، الكتاب ده بس، هتبقى معلومه منقوصه، لان انا المفروض اسيب الطالب او اسيب المجال للطالب مفتوح. اقول تيل وان تيل قبلها، او الماضي بسيط منفي، نيجاتيف باست سامبل، نيجاتيف باست سامبل، ما اقولش ديدنت والمصدر. يا فندم ما هو ديدنت والمصدر هي الماضي البسيط المنفي، ايوه، ولكن ده شكل من اشكاله. ونتفق جميعا انا واخواتي الكبار اساتذتي مدرسي اللغه الانجليزيه، كل مدرسين اللغه الانجليزيه في مصر اخواتي الكبار واساتذتي، اساتذتي تاج فوق راسي، انا متفق معاك ان دي ماضي بسيط منفي، ولكن ده شكل من اشكاله ولا ايه؟ ده شكل من اشكاله، في اشكال كتير. يبقى الطالب في ثانويه عامه لو اتحط قدام سؤال، لو اتحط قدام سؤال لازم يتصرف، لازم عنده فرايتي، لازم عنده تنوع في الاختيارات ولا ايه؟ مش ده وظيفتنا؟ مش ده واجبنا؟ يبقى انا اللي انا اقصده تعليقي الوحيد على الكتاب ان حاطط ديدن والمصدر للفعل، مش اي ماضي بسيط منفي، لان الماضي البسيط منفي ليه اشكال كتير تعالوا نشوفها. انا ممكن اقول ديدن ومصدر الفعل، I didn't sleep until I had watched TV، ما نمتش الا ما شفت التلفزيون، صح جدا، ما عنديش اي مانع، ولكن مش فقط وحصريا، مش فقط، ايوه مش حبيبي، مش فقط وحصريا. اقدر اقول كمان I wasn't there، I wasn't asleep، I wasn't asleep until I had watched TV، ما نمتش برضه لما شفت التلفزيون. هو مش wasn't weren't، دول ماضي بسيط منفي ولا مش ماضي بسيط منفي يا متعلمين بتوع المدارس؟ هي مش was aware ماضي، ولو قلت wasn't بقى ماضي بسيط منفي. هو انا مش ممكن استخدم never، I never went out، انا عمري ما خرجت until I had finished my homework، الا لما خلصت واجبي. هو ده مش ماضي بسيط منفي never، والتصريف الثاني للفعل مش ده ماضي بسيط منفي. هو انا مش ممكن اقول nobody came، محدش جه until we had invited them، nobody came until we had invited them، محدش جه الا لما احنا عزمناهم، مش ده ماضي بسيط منفي يا فندم ولا ايه؟ ده اللي انا اقصده، هو ده اللي انا خلي فيه فرايتي، في تنوع في الاسئله بالنسبه للطالب. في اشكال تانية طبعا الماضي البسيط ده، انا ممكن انفي لك الماضي البسيط بالمعنى، يعني ايه؟ يعني ممكن اجيب لك فعل مثبت قدام عين سيادتك ولكن معناه منفي، معناه منفي. زي فور اكزامبل لو قلت I refused to come، I refused to come، انا رفضت ان انا اجي الحفله until they had found me، until they had found me، حتى اتصلوا بي، لغايه ما اتصلوا بي او الا ما اتصلوا بي. يبقى هنا انا ما جيتش الحفله، I refused to come، I refused to come، هي دي مش معناها I didn't agree، هي صح كده، مش refuse to come يا فندم، اللي هي معناها رفضت، ده معنى سلبي، ده نفي ماضي بسيط برضو، ده نفي برضو للماضي البسيط. واشكال تانية يا فندم، ده اللي انا اقصده ان شاء الله تعالى الكتب الخارجية تخلي بالها من الحاجات ديت. في بعض الطلبة بتعتمد عليكم اعتماد كلي، ودايما احنا دايما بنقول كلمة احنا متعودين عليها ونتمنى من الله ان شاء الله تقبلها منا، نفع الله بكم باذن الله تعالى. في الماضي التام في حاجات تانية مهمة جدا، في no sooner hardly scarcely barely، no sooner hardly scarcely barely، دي كلمات اقدر استخدمها للتعبير عن الباست بيرفكت الماضي التام. no sooner hardly scarcely barely هيكون يوم طبيعه خاصه شويه، no sooner hardly scarcely barely معناهم لم يكد ان. طب انا مش فاهم اصلا يا مستر يعني ايه لم يكد ان بالعربي، هقول لك يا فندم. لما اقول لسيادتك ان عملت فعل وانتهى وعملت وراه فعل بسرعه جدا، بسرعه جدا، لم اكد انتهي من الفعل الاول ففعلت الثاني، ففعلت الثاني، لم اكد انتهي من الفعل الاول فعملت الثاني، ده معناه ان انا عملت الفعل الاول وبسرعه عملت الفعل اللي بعديه. طيب ده الفرق في المعنى بينها وبين افتر. طب الفرق في الاستراكشر في التركيب هيبقى جميل قوي، هيبقى واضح جدا. No sooner هيجي بعدها inverted past perfect، inverted past perfect ماضي تام معكوس، ماضي تام معكوس، ايوه، يعني بدل ما نستخدم فاعل وهاد وتصريف ثالث، لا هنستخدم هاد وفعل وتصريف ثالث، هاد وفعل وتصريف ثالث، وبعد كده then
خلي بالك مش ذن، مش ذن، في خطا شائع عند بعض الطلبه بيروح على طول فايند ذا ميستيكس يصلحها ذن، لا هي ذان ماضي بسيط، يبقى نو سونر هاد سبجكت هاد سبجكت باست بيرسبل ذان باست سامبل، هاد وفاعل نو سونر وهاد وفاعل وتصريف ثالث وذان وماضي بسيط. فور اكزامبل نو سونر هاد هي واتش تي في ذان هي وينت اوت، نو سونر had he watched TV then he went out، لم يكد ان شاهد التلفزيون فخرج، ده معناه ان خرج على طول. طيب no sooner قلنا هي بعدها then وماضي بسيط، hardly scarcely و barely اخواتها نفس الموضوع ونفس المعنى، ولكن هيبقى في فرق واحد بس في الستركشر، هيبقى hardly scarcely barely had subject past participle when past simple، hardly scarcely barely had فاعل تصريف ثالث وين وماضي بسيط، وين وماضي بسيط، يبقى الوين هي اللي تختلف عن الاستخدام ذان في نو سونر. يبقى انا اقدر الخصها لك اقول لك ان نو سونر مع ذان هاردلي سكيرسلي بيرلي هيبقوا مع وين، مثال على هاردلي او سكيرسلي او بيرلي، او مع نفس المثال بتاع هاردلي او بتاع نو سونر اقول لك هاردلي هاد هي واتش تي في وين هي وينت اوت، scarcely had he watched TV when he went out، barely had he watched TV when he went out. مهم جدا كمان اعرف ان because بقدر استخدمها برضو للتعبير عن ال past perfect الماضي التام، لان because انت عارف معناها لان، هيجي قبلها ايه؟ ها فاكر؟ هيجي قبلها النتيجة وبعدها السبب، قبلها النتيجة وبعدها السبب. طب تعالى كده نفكر بدماغنا شوية، هو ايه اللي بيحصل الاول، السبب ولا النتيجة؟ برافو عليك، السبب طبعا. فاذا اللي هيجي بعد بيكاز هو السبب اللي حصل الاول. طبعا احنا متفقين من اول الحلقه ان اي حدث اول في الماضي يبقى باست بيرفكت، واللي بعديه النتيجه يبقى باست سامبل. اقدر اقول لك ايوه برافو عليك، اقول اي ونت تو ورك ليت، اي ونت تو ورك ليت، رحت الشغل متاخر، بيكاز اي هاد جوت اب ليت، لان انا اتاخرت، لو لان صحيت متاخر. يبقى دايما بيكاز هيجي قبلها الماضي البسيط وبعدها الماضي التام. الماضي التام كمان اقدر استخدمه بعد تعبير it was the first او the second او the third time، it was the first او the second او the third او the 13th time، it was، it was لما اقول لك كانت المره الاولى، كانت المره الاخيره، كانت المره ال 30 ال 20 مفيش مشكله، ولكن طالما استخدم لي it was كانت المره، استخدم بعدها past perfect، استخدم بعدها ايوه past perfect ماضي تام، اقول لسيادتك كده it was the first time، it was the first time he had مثلا driven a car، he had driven a car، it was the first time he had driven a car، اول مره، كانت اول مره بالنسبه له يسوق عربيه، كانت اول مره بالنسبه له انه يسوق عربيه. الماضي التام دايما مقرون زي ما اتفقنا بالباست بيرفكت، الماضي التام ماضي دايما مقرون بالباست سامبل، الماضي التام دايما مقرون بالماضي البسيط. زي مثال ممكن ما اجيبلكش كي وورد، ممكن ما اجيبلكش تايم كونجنكشن ولا رابط زمني ولا كلمه داله، بس اجيب لك تو اكشنز هابند ان ذا باست، الاثنين فعليين حصلوا في الماضي. اقول لحضرتك هي هاد لاست هيز كيز، هي هاد لاست هيز كيز، هو فقد مفاتيحه، فقد مفاتيحه، سو ولذلك سو هي كودنت جيت انتو، او هي كودنت جيت انتو هيز كار، معرفش يدخل عربيته. طيب في حاجه مهمه جدا بقى، لو جاب لك، خلي بيها برضو دي حلقه في ودنك، لو جاب لك 30 فعل في الجمله، 50 فعل في الجمله، ما يهمكش، حدد لي الفيرست اكشن، حدد لي الفعل اللي حصل الاول وخليه باست باست بيرفكت، حدد لي الفيرست اكشن، الفعل اللي حصل في الاول وخليه باست بيرفكت ماضي تام، وكل اللي بعديه ماضي بسيط يا معلم، كل اللي بعديه ماضي بسيط. عندي مثال مشهور اقول لك no sooner او after خلينا في after المره دي، after he went home بعد ما راح البيت، he realized ادرك ان he had lost his keys، انه he had lost his keys، انه فقد مفاتيحه. يبقى البي بعد ما روح البيت وقف قدام باب الشقه بيدور على مفاتيحه مش لاقيها، ادرك انه كان قد فقدها في العمل، ضاعت منه في الشغل. يبقى هو ايه اللي حصل الاول؟ ضاعت منه في الشغل الاول او فقدها في العمل الاول، وبعد كده روح البيت، وبعد كده الفعل الثالث realized ادرك الموضوع. يبقى نقولها after he
after he went home he realized هو أدرك إن he had lost his keys إن he had lost his keys إنه أدرك إنه ضيع مفاتيحه. بكده نكون وضحنا أهم نقط الـ past perfect الماضي التام. نتمنى من الله تعالى إن شاء الله تعالى الفيديو أو الحلقة دي توصل ملايين من أصدقائنا إن شاء الله all over the world على في حول يعني في جميع أنحاء العالم العالم العربي واللي مش عربي برضو. إحنا نتمنى إن مشاهدينا يبقوا من جميع الجنسيات بإذن الله تعالى. تابعنا، اعمل سبسكرايب لو عجبك الكلام، لو عجبتك الحلقة، لو عجبك الشرح اعمل سبسكرايب ما تترددش، اعمل سبسكرايب واعمل لايك وسيب لنا كومنت نعتز بيه، سيب لنا كومنت نطور من نفسنا بيه، سيب لنا كومنت يقول لنا ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش في الحلقة بتاعت النهاردة. وحضرتك طبعا مشكور هتعمل لنا شير على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة علشان نوصل اكبر قدر من زمايلك واصدقائك وقريبك. ده طبعا شرف وتاج فوق راسنا. كنت على قناة انجليزي مع طاهر منصور، كنت متشرف بيكم، طاهر منصور مدرس اللغة الانجليزية، ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.